السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي متتبعي مدونة بيتكوين العرب في حلقة من حلقات البيتكوين بطبيعة الحال. مر وقت طويل على آخر فيديو خاص بالبيتكوين. على كل حال كنت مشغول شيئا ما بالأمور الشخصية بطبيعة الحال. اليوم سأتطرق إلى موقع من مواقع جني البيتكوين مجانا. هذا الموقع يمكنكم من خلاله من مشاهدة الإعلانات إلى الحصول على البيتكوين. ما عليك إلا بعد الدخول إلى الموقع تسجيل الميل بالضغط على ريجستر من هنا. بعد ذلك بطبيعة الحال أول تسجيل ستحصل على 500 ساتوشي في تسجيلك الأول. تملأ هذه المعلومات اليوزر نيم والباسورد والإيميل وتأكيد الميل وتأكيد الإيميل ثم عنوان المحفظة. بعد ذلك الضغط على انتر. بعد ذلك نضغط على اللوجن من أجل تسجيل الدخول. بعد ذلك نقوم بإضافة المعلومات الخاصة بنا. بعد ذلك رمز الكابتشا. بعد ذلك نضغط على انتر. بعد الدخول إلى هنا ما عليك إلا بعد ذلك ستحصل على كما قلت في الأول على 500 ساتوشي. بعد ذلك تضغط على view at this من هنا من أجل مشاهدة الإعلانات. بعد ذلك ستجاهد جميع ما يعني المواقع التي قطعت إعلاناتها هنا من أجل أن تشاهدها أنت. ما عليك إلا الضغط على أحد الإعلانات من هنا. بعد ذلك تدخل الكابتشا. بعد ذلك أنتري. بعد ذلك تنتظر حتى تمر الثواني التي يحددها الموقع من أجل أن تحصل على 75 ساتوشي في مشاهدتك لأول إعلان. بعد ذلك هكذا تكون قد شاهدت أول إعلان، وهكذا تقوم بمشاهدة باقي الإعلانات من أجل الوصول إلى باقي يعني من أجل جمع البيتكوين كما سبق وذكرت. بهذه الطريقة تكون قد شرحت أهم ما يميز الموقع وكيفية الحصول على ساتوشي من خلاله. بعد ذلك أيضا يمكن تحصل على 20% من خلال الريفلر الخاص به، وأيضا يمكنك الإعلان في الموقع وضع إعلانك في هذا الموقع من أجل أن يشاهده أشخاص آخرون. هذا يعني موقع مشاهدة الإعلانات كباقي المواقع الأخرى. إذا كان هناك أي استفسار أو أي مشكل في الموقع ما عليك إلا مراسلتي أو وضع تعليق أسفل الفيديو. في أمان الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.